السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فاتي موند أو أفيك فاتي، لأنهم بجوجهم يعطوكم نفس القناة. مرحبا بكم. اليوم غادي ندير واحد الوصفات صحية 100% للناس لأصحاب الريجيم، حتى للناس العاديين اللي كيبغيو وصفات صحية بحال هكا سهلة، ما كيكونش فيهم البيض والزبدة والسكر. فهاد الوصفة غادي نحتاجو ليها كاس ونصف ديال الدقيق الكامل، وكنحتاجو ليها قريصة يعني شوية فقط من الخميرة، خميرة الخبز، ملح، وكأس صغير من الحليب الدافئ. ومن بعد ربما غنحتاجو الماء، غنضيفو الماء بشوية بشوية باش نحصلو على عجين يكون مرخوف. كيف شفتوا زدنا بشويه بشويه الماء حتى نحصلوا على عجين يكون مطلوق شويه، لان الدقيق الكامل كيحتاج الماء، وملي كنخليوه يرتاح كيعاود يشرب الماء اللي كنضيفوا ليه. نحصلوا على هذا الخليط بحال هكذا، بحال هذا الشكل، كنغطيوه ونخليوه يرتاح. نرجع للعجينه ديالي الاولى. هنا عندي معلقه صغيره ديال الزيت، هادي هي باش تعاوني الكريات، حيت العجينة خليناها تلصق. ولا خفتوهم يتلصقو سي نورمال، انا ممكن يتلصقو لهم خفاف. ناخدو وحدة اخرى ونديروها وسط الدقيق هكا، نضغطوها شوية. غادي يجيو صغار ولكن هما هادوك. نزيدو وحده اخرى هكذا، نكونو ثلاثه ثلاثه. تلقوها تلقو العجين كرية، ناخدو واحد السكين ناخدو شوية العمارة، راه شحلنا غير البصلة وفليفلة كانت مشوية عضفتها ليها. هادي تاهي صحية، ما فيها حتى شي حاجة، ما فيها لا دهنيات كيف شفتو، يعني كلها دقيق كامل، شوية الخميرة فقط. وها هي واجدة موتيلات ديالنا للفطور معمر. ندهنها باش ما تلصقش لينا في الارض، تلصقش لينا على البلون طراي. سكين نعاودو نحطو الكمية اللي بغينا، نحطوها في واحد الجنب وندوروا عليها. فوالا سخنا الفران على درجه الحراره دائما على 180 درجه، وكندخلوا هاد المتيلتات اللي معمرين
بخليط البصله والفلفل فقط مليحه والبزار ودوك الخميزات اللي خليناهم خاويين حتى يتحمروا لينا ونخرجوهم بالصحه والعافيه. هنا نصف كاس الدقيق الكامل، كاس شوفان، ما عمرش كاس غير ممتلئ شوفان يعني لافوان. نضيف شويه القرفه، بوت كانيل، سنان دوغو، بيتيت كويير بريسك، بوت دو سيل، une cuillère, là cette fois c'est une grande cuillère de miel, voilà. Une grande cuillère d'huile d'olive aussi, huile d'olive, rast malqa, fakat, khamira kimawiya, et là j'ajoute du lait tiède. En cas de besoin, j'ajoute encore. Là, j'ai mis seulement presque 2 grandes cuillères. Puisque c'est un sablé, on ajoute au fur et à mesure. On a liquide. خفيفة بزاف، هذا بسكوي صحي كيف شفتو راه ما فيه والو بالنسبة لوالو، يعني كنقصد ما فيهش سكر، ما فيهش بيض، ما فيهش زبدة. مازال اللي بغى يزيد ان فخوي ممكن طريف صغير طلا بانان باش كيبن منو. كيف شفتو راه كانت كافية جوج المعالق الحليب، يعني كان هو هذاك القياس. كل وحده درت فيها العبار ديال 40 غرام، درتهم بشكل كويرات، شاك بول 40 غرام كوم بوا. نطلقها ندلك باش يجيو نرقاق وباش يطيبوا مزيان وميجيوش غلاض ومجبينش. فوالا صافي، وتقدروا ديروهم تلقوها من الاول بالقطاعه بالمدلك وعاد باش تقطعوهم بالقطاعات. حنا فقط على قبل العبار، ممكن ماشي ضروري، كل واحد يدير اللي بغا. الفران راني سخنته على درجه حراره 180 درجه، هكذا نكمل كلهم. الخبيزات ديالنا صغيورين ها هما وجدهم، كيف كتشوفوا راهم طيبين. هيا حليتها من الداخل باش الا بغينا نديروا فيها العسل او اللي بغيتوا ديروا فيها الجبن اللي بغيتوا ديروا، وخليتهم شويه رطبين باش النهار اللي تبغيوهم عاد باش تسخنوهم ما يجوش قاصحين بزاف. المنتيلتات ديالنا اللي معمرين فقط كيف قلت لكم بالبصل وبالفلفل المشوي ها هما، والبسكوي ديالنا ها هو، يعني خليوه نيت يتحمر مزيان باش يجي شويه شقابط راسو، ما يجيش رطب ويبان لكم بحال معجن. من الاحسن يجي بحال هكا، هانتوما كيفاش كيجي، سمعتوا كي كي بحال كيتهرس بحال البسكوي اللي كيتباع، ولذيذ يعني ما فيهش سكر ولكن لذيذ بالنسبه ديال القرفه والعسل. وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله، تجربوهم ويعجبوكم، ومازال نزيدكم وصفات اخرى ان شاء الله بحال هكا اللي هي سهله وصحيه كيف العاده، بدون زبده، بدون زيت، بدون دقيق ابيض هذا هو الاهم، وبدون بيض.
بلبوله غسول دار نطحنوها الى عندكم طحانة مزيانة من الاحسن تطحنوا فيها. انا غناخد قياس كاس لكم. حنا طحنا كاس ديال البلبوله اولا سيمول دوغش. غادي نزيد جوج المعالق كبار الدقيق الكامل معلقه كبيره زيت زيتون غادي نضيف واحد جلبين كيماويه راس ملعقه كنتخليها كيماويه نحاول نرميها بهذا العسيل والزيت نبسبسها كيف كنقولوا ومن بعد نخليها نجربي نشوفوا الا كان هذا الجربي غادي يجمعها فكنكتفيو سينو نزيدو شويه الحليب انا كنقول ضروري نضيفوا الحليب باش حتى لاصومو دوغج ما تجيش قاصحه باش ملي نخليوها ترتاح بوغ سو روبوزي ان تي بو ها الملعقه الاولى باش تكون خفيفه حليب دافي دافي نزيد شوية الحليب ملعقة أخرى شفتو ما فيهاش بزاف كاس ديال البلبولة وسومول دوغج فارين دو سومول دوغج أولا البلبولة وكطحنوها ملعقة عسل رأس ملعقة خميرة كيماوية ثلاثة المعالق كبار حليب راس ملعقة قرفة كانيل شوية الزعتر جوج المعالق كبار ديال لافارين كومبلي الدقيق الكامل دابا ومعلقة كبيرة زيت الزيتون نخليوها ترتاح شوية غنغطيها من بعد ما خليت العجين ديالنا ارتاح لمدة 5 دقائق خديتو درت كويرات خليت شوية من البلبولة اللي طحنتها في الأول دونك واستعنت بها باش درت هذوك الكويرات ضغطتهم فيها ودرتهم مضغوطين ودرتهم دخلتهم للفرن بدرجة حرارة 180 درجة خدمت الفرفارة باش يتحمروا مزيان من الفوق ومن التحت وكتخرج لينا عدد لا بأس به وبصحتكم. هما البنات كيفاش كيجيو كيجيو رائعين كيجيو محمرين مقرملين كتحسوا بهم مقرملين اما باقيين سخان شفتوا كتحسوا بهم مقرملين هيا حمرتهم مزيان باش حتى فاش ناكلوهم ميكونوش معجنين يعني خليوهم يتحمروا شفتوا خليوهم يتحمروا مزيان وكيجيو بنان ورائعين على ضمانتي جربوهم هكذا في الفطور ان شاء الله كتكفي وحده او اثنين فقط مع كاس حليب ان شاء الله وكاس القهوه وبصحه وراحه.